بسم الله. اللهم اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا يا حنان يا منان يا هادي. قلنا الموعظة الحسنة هي النصيحة الخالصة والدين النصيحة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. حنا ننصح القاسي والداني وننمق الكلام اللي يأتي في النصيحة بما جاء في القرآن وعلى لسان خير الأنام عليه الصلاة والسلام. احنا مش قاصرين في الدعوة، لكن المشكلة هي في من نصحناه، هو مطبوع بالشيطان فارغ من العقل وفهم البيان بطبيعة الأمر، مش يفهم. يقول لك أنت تدخل بشؤوني واللي قلت حكمة وموعظة حسنة، لا حكمة ولا موعظة حسنة عندك، أنا عندي الكل وأنت محروم من الكل. هذا منطق الكفار ومنطق المنافقين ومنطق الظلام ومنطق الخاسرين في الدنيا والآخرة وأثناء حياتهم البرزخية. نحن لولا الرحمة التي زرعها الله في قلوبهم ما كنا نلتفت إلى هؤلاء الأذلاء الصغيرين الظالمين لأنفسهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وارحمنا ربنا وخذ بأيدينا حتى يفقه بعض الغافلين ما نصحناهم به من الحكمة وموعظة حسنة. آمين 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 يا رب العالمين.